مبادرة تضحيتك بالعطلة الصيفية اللي هي راحة للمعلم من التعب، وتحويلها إلى عمل أيضا متواصل بتجميل مدارس من بداية العطلة الصيفية وحتى نهايتها. شلون إجتك هاي الفكرة؟ بصراحة هذا الموضوع انطرح يعني بعد أن انتسبت إلى مديرية تربية بابل. نعم. فشفت أنه أنا عندي إمكانية الرسم والخط، فقلت الأطفال يستحقون من عندنا الابتسامة. أحسنت. بلشت أرسم مدرستي، هاي كانت بداياتي، وبعدها أطلعت المدارس إلى أن صارت مجموعة من المدارس، والحمد لله الآن يعني العدد عبر 90 مدرسة ما شاء الله. إن شاء الله. أنا تبادر إلى ذهني وأنت تتكلم عن المدرسة وعلى الابتدائية، أنا ممكن الطفلة بالابتدائية أيضا أرسم وألون و... كان من يطلب مني أستاذ تعالي اكتبي أو ارسمي، قمة الفرح. أكيد. سؤالي هو وأنت ترسم مدرستك أو مدرسة أخرى، جربت تطلب من الأطفال تعالوا شاركوني حتى لو شخبطة يمكن يرسمون بنية بها حاطة وردة أو ما أعرف شنو؟ طبعا أنا متعتي من أرسم والطفل موجود، يعني ما تعرفين يعني شنو المشاعر اللي تكون بداخله، فأني دائما أجيب إيد الطفل أخليها باللون وأسوي بالكف مال إيد الصغير أصنع شجرة أو أصنع فد شمعة وبقيها بالمدرسة تذكار. راح يجي مر أخوه أو هو بعد 10 سنين أو كذا راح يشوف إلا تذكار يعني موجود زين، فأخليه يشارك بالفعالية، أنمي عدة حب الرسم، الموهبة إذا عنده كانت نقدر نسقلها. أحسنت. معلم الفنية لازم يكون محبوب. نعم صحيح. لازم يكون قريب من الطالب. أنت هسه طمنتني نوعا ما، بس ما أعرف راح أسألك هذا السؤال. نعم. حتى الأطمئنان يبقى مثل ما هو. كنا سابقا درس الفنية والرياضة مظلوم، دائما يأخذوه في حال متأخرين بالرياضيات. نعم. أو العلوم أو القراءة. اليوم درس الفنية لها الحظوة، يعني ما يأخذوا ما يكون نصيب درس آخر، يعتبروا أكثر أهمية، هو مهم جدا. نعم. يعني بس إلى حظوته، يعني ما حد يجي يأخذ درس الفنية مثلا. هذا الموضوع موجود بصورة عامة، يعني إحنا عندنا نقص بالكادر بأغلب المدارس وبكل محافظات، بس تبقى شغلة المعلم مال الفنية إذا مثبت حضوره، إذا يشتغل مدرسته، إذا مفعل الفنية بصورة صحيحة. نعم. زين طبعاً أكيد المدير راح يسمح له يرسم ويسمح له يخط ويسمح له يزين، فتبقى يم المعلم ويم المدير يعني.